موسيماني بعد المباراه اتكلم عن سعادته بالمكسب وحافظ الثلاثه نقاط، قال يعني انا اعلم ان الاهلي ما كسبش في الملعب ده بقاله مده، سعيدين ان احنا خدنا ثلاثه نقاط واستمرار حظنا العلامه الكامله، سعيدين باحراز ثلاثه نقاط، في امور بنشتغل عليها. هو طبعاً كان سعيد النهارده لانه عمل رقمين بعده عن الاهلي من فتره، انه الاهلي من 2008 لم يفز على ملعب المحله، فكسر هذا تقريبا بالظبط، كسر هذا الحاجز وده انجاز. والحاجه الثانيه ان موسيماني لم يفز مع الاهلي خمس مباريات متتاليه منذ ان تولى مهمة تدريب الاهلي، لم يفز خمس مباريات متتاليه في الدوري، خلي بالك في الدوري لم يفز خمس مباريات متتاليه، كان بيفوز اربعه ويقف، اربعه ويتعادل، اربعه ويتغلب. أول مرة موسيماني يكسر حاجز الفوز في أربع مباريات ويتوقف، النهاردة أول مرة الأهلي مع موسيماني يفوز خمس مباريات متتالية في الدوري ويتصدر ب 15 نقطة والعلامة الكاملة، خمسة من خمسة، والتاكسي القادم من الحمام عليه خميسة من قدام. مش عليه خمسة. أيوة. خمسة عن خمسة بتفرق. طيب. خلينا برضه اوضح موسيماني لان ده خد كلام كتير على السوشيال ميديا، عندما ساله احد الصحفيين عن سبب عدم اشراك عمار حمدي، هو راجل مستغرب ان في دايما تصيد في الاسئله، يعني انا حتى سالت شويه هو ليه اتضايق من نوعيه هذه الاسئله، يعني ليه لما سئل عن عمار حمدي هو شايف ان دايما الناس عايزه تبعد عن المكسب وتبعد عن الفوز وتبعد عن حظه. وخلي بالك وانت عارف احلى رد عجبني في ايه يا احمد، عشان ما نتكلمش في الكلام ده كتير، لاني ارجع واقول لك في ناس مش هترتاح غير لما موسيماني يمشي، وانا عارفهم الناس دول، وبيبقوا متفقين قبل المؤتمرات الصحفيه ازاي نستفز موسيماني، واخد بالك انت؟ بص عايز اقول لك احلى حاجه قال له ايه؟ قال له طب ما ميكسوني كان السبب في الفاول اللي جبنا منه الهدف، ليه ما اتكلمتش على النقطه دي يا فالح؟ يعني ما يعني بص انا بطلع كل النجوم، حياكش طلع شريف النجم، قال لك النجم هو الفريق ونزل اللي انا عايزه ولعب اللي انا عايزه وما لعبش اللي انا عايزه، ودي قراراتي وممنوع حد تسالني ولا يتدخل فيها، والراجل بمزاجه. ولكن بص طول ما في ناس بتتصيد في جماهير غلبانه يقول لك فين ايامنا مع جوزيه، فين يا جماعه؟ طب اقول لك انا حاجه، ما كانش بينفعل في المؤتمرات الصحفيه، كان بيسيب المؤتمر في نصه ويمشي. بص عم طارق الكهربائي كان عندي بيصلح حاجات في البيت، عم طارق حبيبي اهلاوي يعني وراجل من العيله يعني، هو بيتفرج علينا دلوقتي. بص بعد ما جت كره احمد عبد القادر قلت له يا عم طارق المحله هتتعادل، والله بمجرد ما ردت في العرض قلت له المحله هتتعادل، الكره اللي جايه هدف للمحله. بص الاهلي بيسنتر قلت له ما تعرفش يا عم طارق عندي احساس ان الاهلي هيفوز، قال لي يا عم الماتش خلص جا الفاول، قلت له الجول التالت اهو، فبعد الماتش قال لي لا تعمل معايا مداخله انا شهدت لك، فمن حق الراجل موسيماني يفرح. بص يا احمد دي احلى مباراه في الدوري والمحله فريق محترم وعمل مباراة مفتوحة مميزة من نبحث من حقهم، وإن كنت أنا بس بتساءل كان في شحن زيادة وتأثر وتأثر وفي غل زيادة عن اللزوم، وعنف في عنف بصراحة ما عجبنيش شوية في بعض أوقات المباراة، وكان على الحكم المباراة إن هو يحتوي اللعيبة، أنا ما شفتش احتواء خالص النهاردة. وعجبني صديق زملكاوي قال لي على فكرة كل مباريات الاهلي السنه دي هتكون ممتعه لان كل الفرق بتلعب قدام الاهلي غير. ده حقيقه بالفعل، النهارده شفنا نادي الاهلي حتى وهو بيغير رتم المباراه وسامع سامي مصمم بره عمال خلاص يمسكوا الكوره باصي 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 وروتيشن اللعيبه بتعمله، وفي ثواني تلاقي باصه وصلت اللعيبه، هو ده الموسيماني اللي الشغل اللي كان بيعمله مع صن داونز، الباصات الكتيره الصغيره اللي تلاقي سبحان الله فجاه انت الكوره مع حد منفرد بالجول. هو ده الجمل اللي الموسيماني بيعملها. برضه قول لنا محمد عودة عليه، واخيرا بقى ماذا لديك؟ يلا. عودة بعد المباراه قال ما عندناش مشكله نخسر من النادي الاهلي، ولكن يعني انا عندي مشكله شويه مع حكم الفار، قال يعني اشتغلنا على امور فنيه كتير عشان نقدر نواجه النادي الاهلي، نادي كبير مع مدير فني كبير، ولكن احنا عملنا مباراه مميزه جدا جدا جدا، ولو كل الحق في هذا الامر ما عدا طبعا حكم الفار، يعني مش فاهم هو
كان ايه مشكلته مع حكم الفار؟ وانا عايز اعرف محمد عودة كان بيزعق عليه بعد الماتش ومنفعل يعني ايه؟ يعني انا الحكم انا مستغرب مش الوقت بدل الضايع يعني شايفه ايه مش خمسه عايزه يبقى دقيقتين يا عم. يا عم انت الاهلي لو كان موفق كان يقول لك ايه بس يا عم يا عم عودة اهدى يا عم عودة بس اهدى اهدى بلاش متاجره بقى ما تقرفوناش اهدى بقى يا عودة ما تقرفناش انت التاني. الملاعب كلها اتملت إخوانية يا جماعة بصراحة والوقت فاضي وعايز افتح الملف ده عشان اخلص من الناس دي كلها. اهدى بقى واستخبى انت بتقبض من البلد وكنت ضد البلد يا عودة ما تخليناك نتكلم بقى. قول يا عم ما تفتحنيش بقى. يلا بينا. طيب خلينا نتكلم عن بعض الملفات شوية سريعا كده. سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بعد المباراة قال المحلة بيقدم محتوى رائع هذا الموسم وفي نفس الوقت هو اشاد باداء لاعبي النادي الاهلي وقال لك توصل للعلامه الكامله خمس مباريات الحمد لله مباراه كانت صعبه وكنا نعلم هذا الامر قبل بدايته. في نفس الوقت كمان كان كلامه ان لما سئل عن كهربا قال كهربا ما عنديش اي مشكله كهربا بيتمرن بشكل كويس دي رؤيه فنيه الموسماني ما حدش بيتدخل فيها. نتمنى يا رب انه يكون موجود معانا بعد كده ده حاجه امر يخص الجهاز الفني لكن كل اللعيبه على نفس المستوى نفس الكفاءه واي لاعب بيطلب منه يلعب بيلعب. كمان اتكلم عن حسام حسن قال كلمه قويه في الركبه يعني هو بيقول كلام سيد عبد الحفيظ ان احنا نشعر ان يعني ان شاء الله ان شاء الله مش هتكون اصابه قويه باذن الله نتمنى يا رب انها ما تكونش اصابه قويه. بعد المباراه كمان ديانج في غرفه خلع الملابس يمكن احتفل مع اللعيبه بالمباراه رقم 100 100 مباراة على ظهوره مع النادي الاهلي يمكن اللعيبة جابوه اليو ديانج النهارده يا جماعة كان محظوظ جدا ان هو المباراة رقم 100 الاهلي ما خيبش ظنه وفاز فيها في الوقت القاتل عشان كده اليو ديانج يا جماعة النهارده كان عامل احتفالية خاصة مع علي معلول في غرفة خلع الملابس كان فيه يعني مليطة حلوة يعني مع علي معلول جمال وروعة وأحضان وخلى للمباراة 100 الأليو ديانج معنى وجمال إن المباراة 100 في المحلة و3-2 وفي الوقت القاتل وأحلى مباراة في الدوري لغاية دلوقتي. وهو حتى اللعيبة جابت له تيشيرت عليه رقم 100 وقال أنا سعيد باحتفالي بمرور 100 مباراة على ظهوري مع النادي الأهلي واتمنى ان انا اكون زي ما كتبت كده على تويتر ان انا احرص دايما ان انا اقدم 100% على مستواي يبقى مكمل بفضل جمهوري والزملاء في الملعب وكل المدربين وان شاء الله اللي جاي كله لمصلحه جماهير النادي الاهلي. اعتقد موسيماني ناس كتير اتكلمت عن سبب انفعاله احنا وضحنا الموضوع مش عايز اتكلم فيه تاني لكن في نفس الوقت يمكن بمناسبه انك انت فتحت ده خليني انفرد معاك بمين اللي سال موسيماني ده يمكن لاول مره يتقال اللي سال موسيماني مش صحفي وبالرجوع الى زمايلنا الصحفيين واللي كانوا حاضرين المؤتمر قال لك ما نعرف كده مين اللي سال موسيماني حد كده راجل دخل المؤتمر الصحفي كانه داخل قهوه واحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا يا جماعه المؤتمرات الصحفيه مسؤوليه الانديه اللي أصحابت صاحبة الأرض اللي سأل موسيماني للأسف من الصحفي ولا يمد للمهنة بصلة ويبدو أنه هو جاي يعني يعمل له أي شبورة في أي حاجة بس ده بس انفراد لينا بس كان تبقوا عارفين وأكد لي كل الحضور أن اللي سأل موسيماني زي حالتنا على باب الله يعني يعني مش عارف يعني ده يبدو أنه هو جاي لانه حتى يعني مكسوني الفتره اللي لعبها كان مميز فده جاي في دماغه حاجه معينه فده لا صحفي ولا له علاقه بالمهنه يعني. طيب انت بعت لي صوره يا احمد نختم بيها نعرضها مع بعض اهو معاك. طبعا ده صوره موسيماني نشرها في حسابه وهو من مجموعه من الاهلاويه ثلاث اهلاويه كتبوا كل الدعم لموسيماني بندعمه بنحبه بنشجعه يمكن موسيماني نشرها على تويتر يعني سعيد بيها تدين اول ذا بيست افضل مدرب في افريقيا كل الدعم ليك يا موسيماني هو مبسوط ونشر الصوره على تويتر وقال كل التحيه لجماهير النادي الاهلي اللي بقابلها في كل مكان هو كان مبسوط بحب جماهير النادي الاهلي قبل وبعد المباراه حتى هو كلامه مع سامي ومصام مبسوط ان الجماهير رجعت من جديد فدي حاجه كويسه هو راجل شايف ان الجماهير بتدعمه وبتسنده وده حاجه محترمه يعني علشان كده نشر الصوره على تويتر يعني. وخلي بالكم يا جماعه خلي بالكم اللي بيكتبوا موسيماني ده بياكد لكم ان انا معلم
لان الناس بتعرف ان موسيماني اللي بيتأثر بكلمة حب من السهل انك تنرفزه بكلمة ضد، فعشان كده الحملات اللي بتتعمل ضده مرتبة وفيها المؤجر. بص اوعى تقول لي الاهلي مش غير، الاهلي في حتة تانية ودكة جبارة واساسيين ضرب نار، خلي بالك معايا وركز. وقلت لك ايه لما كنت بدافع عن موسيماني وحدي انا وقصود افريقيا ووائل مكاوي والمجموعة، كنا بندافع وحدنا والناس كلها كانت ضد موسيماني. قلت لكم اراهنكم، والواد احمد السيد ده يشهد، قلت اراهنكم مع الوقت كل ما عيل الاهلي كل ما قتلت الزلنطحية والافقين، كل ما فاز الاهلي كل ما الناس قالت احنا غلطنا في حق موسيماني، ده اللي حاصل دلوقتي. لكن ممكن تلاقي واحد يعمل لك ازاي؟ فاكرين كنا 2-0 جوزيه يجيب 6؟ اي كلام في اي كلام. فموسيماني باللي بيكتبه ده بيبقى فرحان، واعدائه بيعرفوا ان هو واقف على شعرايا، تعمل له زي الطرش تهرس له في مناخيرك يعمل معك مشكله، مع احترامي للطرش يعني. صح صح. وهنا السؤال، لو ده مدير فني اوروبي بيتكلم بمنتهى الامانه ايا كانت الدوله اللي كان بيعتني ليها، كان مش هيبقى طالعين بيه السما دلوقتي وهنقعد نقول الانجازات والبطولات؟ اخيرا يا احمد عشان وقتك خلص، اخيرا عشان وقتك خلص لو سمحت، اخيرا علشان الناس بس تبقى عارفه. نادي الاهلي بيستنف تدريباته بدون راحه. عمرو السولية خلينا نكشف برضه معاك لانها تتاخد مقطع ليه، عمرو السولية كان متضايق النهارده بعد الانذار اللي حصل عليه، لانه بهذا الانذار كده حصل على الانذار الثالث وهيغيب عن مباراه الاهلي القادمه اللي هي ميعادها باذن الله يوم الخميس القادم في 4 عصرا، مباراه الاهلي مع سموحه، دي مباراه النادي الاهلي القادمه. والنادي الاهلي بعد هذه المباراه طبعا هيبقى في توقف في الدوري العام. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد السيد على كل هذه المعلومات والاضافات، شكرا جزيلا. اشكرك شكرا، وشكر موصول لكل الناس المحترمه اللي بتتابعنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.